سلامتكم يا احلى عيله، وان شاء الله تكونوا ناس الكل بألف صحه وعافيه. اليوم جيتكم فيديو جديد وباش يكون روتين متنوع. وقبل ما نتعديو للروتين نحب نرحب بالمشتركين الجدد اللي انضمونا في القناه، ونشكركم حبيباتي على دعمكم وتعليقكم الحلوه، وربي يخليكم ليا. كيف ما شفتوا قمت الصباح فطرت وفطرت بنوتي، هزيت هالازيلو طمنت عليها، وتوا تبدا الرحله متاعي. هنا الصباح الكل بريسك حديتو البرة، تعدي تقضيت ومشيت اعمل دورة. حاسلو كي نخرج نعمل دورة نحس تعطيني طاقة ايجابية، حتى كي تبداو قلقين البنات اللي فسرتو اللي في الغربة، وخرجوا تو ترجعوا بروح جديدة وطاقة جديدة. هنا مشيت للام دي، وكيف كيف تعديت الريسبارميو كازا ديجا هبطت لكم في الفيديو اللي فات باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وعملت بكم جوله صغرونه في شنيا موجود فيها الام دي. وتوا نخليكم على الفيديو، فرجه ممتعه. جيت للام دي حبيت نوريكم الفرينه، قلت الفرينه السميد. انا ديما نشري السميد من هنا ارخص، وزيت كيلو خاطر ثم بلايص اخرين يبيعوا فيه رطل ب 49، هذا كيلو ب 69. هاكا تلقاوه السيمولا ديجا موجودين في السوبر ماركت الكل، في الكبار اغلى تلقاوه، والسميد المتوسط تلقاوه عند الباني، والخشين عند جزر المغاربه. عاملين هكا بخمسة كيلو بأورو 59. أنا جيت عالسميد لرطب، وهاذيك البولينتا متاعهم. شوفوا مسافة الأمان، ثم اسباس وديما تعطيك حمراء. تو نهبطو بقاجنا ونطلعو لدويرتنا ونكملو روتيننا. وفات المحويسة متاعنا، وينو كالجفال؟ كالجفال حاسيلو الدحرج كيف ما حب. هاي ستر ربي ما تبزعش. المرة هذي خديت بخمسة ايتر عبساسة، ديما نشري صغار، قلت هاي ناخو كبيرة ويقعد لي. هبتو باجاجي كل بارتي حتى فيها حاجة. انا شوفوا هناك حليتهم. روحنا حاسيلو فرغ القليان تاعي، التي ديما حاضر عندي، عامل فيه فرطة في الليمدي 49. خليت كيف التورتليني هادو المبنين يعجبوني انا بالريكوتا والسبنيخ. هذيا الأكلة السريعة كي نروح مزروبة ديما ناخذهم هكا، وكيف كيف أنا مشيت على خاطر السميد لاطب ناخذ فيه من الديام. كيف ما قلتلكم الديام أرخص ب 0.69 الكيلو، وفما الأغلى أنتي والماركة. هذه الإم دي مش ديام، هذه الإم دي. خذيت خبزة كيف كيف البيادينا هاكا ديما كتشريوها اقراو عليها لي زانغريديون، خاطر يحطو فيها استروتو اللي هو شحم تاع الحلوف تاع الميه، اللي
الأغلبية اللي فيهم زيت زيتونة ما فيهمش شحم نتاع الميالي كيف ما شفتوا، اكسترا فيرجن دي اوليفا. هكا تلقاو لي زانجريون كل هنا، وخديت كيف كيف الصوص هذي الرابياتا مع المكرونة الشوكولا، وهذه قضيتي السريعة. طبعا نوريكم شنو قضيت من الريسباريميو كازا، توا نرجعو الحاجة في بلاصتها كالعادة، والقضية هذو نحطها أول واحد نحطهم في الفريجيدير ومن بعد نخليهم في شيء. احنا خبز لازم قاعدة توينز. رسمت المكرونة حطيتها تستخدر باش نسخن في ساعة الصوص، نزيدها شوية زيت زيتونة ونحط الصوص متاعي هكا. وهذا الفطور احضر ساهل ماهر وفي ساعة ما يحضر. ننصحكم جربوهم تورتولوني هذا وكان ما جربتوهمش، بنين وخفيف، اللي يحب الريكوتا والسبناخ باش يعجبوه. المشتريات اللي خليتهم من سبارميو كازا حاسلو، خليت الجفيل 5 إترات نجربو. عجبوني هذو ما كيف كيف وما احلاهم. هذه الوحده بصفر 99. خليت زوز، قلت نشوفهم كان هذا زيت نرجع نشري زوز اخرين، ولي عندي 4. عجبوني هكا تحسهم كناب حلوين، فما في الرز وفما في الجري ذا، اما احسن البلون والرز، الجري ما عجبنيش برشا على ما خديتش برشا حاجات. خليت 8 مترو حاسيلو بأورو نستحقوا المترو. عجبوني هذا ما شوفوا ما بنه، هذه اورو 99 كل زوز اورو، وهذا ما كل فاصل انا ديما نحطهم اورو، هذو ما 0.99 الوحده تاع اورو اورو. ريتهم محليهم نسخت هكا، وفما هكا في اللي هذو ما في البلون، فما اللي وجوه اخرين ديجا صورتهم لكم في الفيديو، وهذا فما البلون زيدا في اوضو نوار. خليت كيف كيف هذو ما الحكيكات هذو ما الصغيرين نعمل بهم وصفيت وريهم لكم. خليت هدايا متاع الكالكير عاملين فيها اوفير تاع كيف كيف كيف، هذه تحطوها على الباب باش ما يتحلش بالقوي. هذه عجبتني هكا فيها الالوان، ثم اصفر ظهر لي واخضر، عجبتني الروج نحطها الباب الكوشينه خاطر ساعات يولي لي كورونديل يطربق الباب، والا هكا ورا الشباك بورت فينيتر فازا حلوة. وهذوم اللي خديتهم، وهذه اسمها البوتيك ريسبارميو كازا، تلقاو عندها متاع مواد التنظيف كل شيء وديكور حاسمحكم بها كلمة تعرفوهاش لبنت في ايطاليا، امشيولها. انا قبل ما كنتش لحقت نمشيلها، كي مشيتلها المرة الاخرى عجبتني فيها برشا حاجات مزيانة، حتى اسوامها معقولة ماهي شكل غالية غالية تحسوها. وهذوم مشتريتي اللي خديتهم توا نلمهم ونحضر روحي وباش نمشي نجيب بنوتي من لازيلو، وهاكم معايا في الروتين. رجعت للكوزينه حاسلو اليوم نهار الاكلات السريعه كيف ما تشوفوا، قاعده باش نحضر ساندويتش البنوتي خاطر انا كل ما خرجها من لازيلو نعديها تلعب في الباركو، نزلها معايا هكا ساندويتش والا حاجه خفيفه كل نهار وكيفاش. وزيد اليوم باش نهزها تعمل بروفا خاطر احنا هنا في ايطاليا اي سبورت تحب تدخل صغيرك ليه لازم قبل ما يدخل يتستيوك الصغير، يشوفوا اسكو الصغير يحب السبور هذاك ولا يعمل دو سيونس والا تروا، يشوف روحه في هاك سبور كان عجبو صغيرك سبور هذاك تولي تقيدو، ما عجبوش تمشي تعمل بروفا كيف نقولوا احنا تيست هكاك يشوف السبور هذاك كيف ما تشوفوا هنا. توا نرجعوا للساندويتشنا، حاسلو عملت اكل بيادينا ما ننصحكمش بها، ريتوها كي تلويوها تترشق في الحرف، ماذا بكم خذوا البيادينا اللي ما تتحطش في الفريجيدير. حاسيلو اليوم اتغشيت فيها سلعة الام دي اول مره نشريها البيادينا من عندهم، وكيف كيف صوص الطماطم الزوز ما عجبونيش، ما ننصحكمش بهم خذوا من بلايص اخرين.
والا كيف ما قلت لكم خذوا اللي ما تتحطش في الفريجيدير، وهاوكا الساندويتش كيف كيف حطوا اللي تحبوا عليه نتوما شواليكم. انا حطيت فيه المايونيز اللي عملته معكم المره الاخرى، وتنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. حاسيلو فما دي سيكونس ما لقيتهمش، هنا كملت حضرت الساندويتشات وخرجت وماشيه البنوتي. تمشي والسلام شي بنوتي تترينا توا انا امشي الجودو. تمشي لينا للجودو. فرحانه حسيلو تفرش في روحها فوق. Perciò la corda uscita, voi dovete correre senza toccare la corda. Agile! Brava! Vai, fermo! State che siete, ho un piccolino come voi quando iniziate a parlare. Così era. Un trottolino di tiro o no? E le dirittino o no? Gesù? Vai! Brava, vai! توا الباليرينا بتاعي كملت الكورسو نتاعها وتوا مروحين. عجبك الجودو؟ وين انا صاحبتنا؟ انا هي صاحبتك بنتي سام صاحبتها. شكون هي صاحبتك؟ انت صاحبتك. انا وين صاحبتي تطا؟ تطا قعدت وين؟ ما جاتش اليوم تطا. وين؟ وين؟ رحت لدارها. بنتي تلوج على صاحبتي قالت لي وينها تطا؟ اجا من
سيلو، شوفوا وقت الغروب، شوفوا الشمس سبحان الله محمرها عندكم زوم. لما حالة مش كيف الكاميرا، كيف منك ليها كاميرات بينكم صفرة، ما منك ليها ترى حمرة مش رماش. نشوفوا القمرة، توليت القمرة والشمس يظهروا مع بعضهم. القمرة توا زادة تشتر، قالك بلاد الطليان ترانكويلو، تسمع كلك رهب العبيد ما يدوروش. وهوني حبوبتي يوفى الفيديو متاعنا متاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وعجبكم الفيديو، حاسيلو شاركتكم حياتي العادية كيفاش نعديها، صرتو نهار اليوم نهار حافل بريسك كله في الشارع، روحت بعد ما قضيت القضية الصباح في ساعة في ساعة حضرت الفطور لزوجي، بعد عملنا الساندويتشات، نظفت شوية حاجات في الدار، ومن بعد مشيت البنوتي كيف ما شفتوا، وحبيت نشارك معكم كيف كيف الجودو كيفاش يترانيو وكيفاش يعلموهم على المحل هذيك، جوست بروفا ماهيش لونترينمون معناتها صحيحه، بشويه بشويه يعلموا صغيرات. ننصحكم الكل دخلوا صغيراتكم خاطر السبور باهي لهم لصحتهم، وحتى ينمي لهم القدرات نتاعهم ويعلمهم الصبر وبرشا حاجات. ما تبخلوش على صغيراتكم، هذوكم منورات رزقنا بهم ربي، لازم نستحفظوا عليهم ونستهلوا فيهم. وهكا كان روتيني متاع اليوم، حاسلو في العشاء كيف كيف ما طيبتش اليوم، حاسلو نهار الوجبات السريعة، كل نهار وقسمو خذينا بيتزا في ثنية وروحنا اكليناها. ما شاركتش معاكم كل شيء كل شيء خاطر كهكا يجيكم الفيديو 24 ساعة وما يوفيش، كل مرة شوية حاجات. وكيف ما شفتو شوفو محليه منظر الغروب، حبيت نشاركو كيف كيف معاكم، وني نقولكم في وديعة ربي ونتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. وقبل ما نمشي ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقكم الحلوة والبرتاج باش تكبر عيلتنا، وديما نشكركم وما نوفيش في حقكم يا أحلى عيلة وأحلى أصحاب. وتوا حبوبتي نقول لكم باي باي.